Problems, whatever leads to you, take a little of these 10 habits. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قبل شوي أذن صلاة صلاة الفجر عم نقول صلاة المغرب. تاريخ اليوم 9/4/2023. إن شاء الله أمور كلها بتصير كويس. دائما والله يجيبكم الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق وكل أنواع النعم إلكم لحبايبكم دنيا وآخرة قبل ما يجيبوا إلي، نفسيا ماليا اجتماعيا صحيا ثقافيا معنويا وأهم شيء إيمانيا. نجاحكم بالدنيا هو نجاحي بالدنيا والآخرة. سلم إيديكم وقالكم إن شاء الله أموركم كلها تمام. دائما بقول الله يجيبكم الخير والرزق لكم قبل ما يجيبوا إلي. ودائما بندعي للناس اللي توفوا الله يرقم أرواحهم في أعلى جنات الفردوس والخلد، في أعلى جنات الخلد والفردوس. ودائما بندعي للناس الموجودين الله يشفيهم جميع الأمراض، أمراض النفسية، أمراض الصحية، أمراض الأخلاقية. هاي اليوم النجم مبين، قلنا النجوم والقمر والأرض والشمس هاي كلها جماد، وفي عالم تاني هو عالم النبات أعلى من عالم الجماد، في عالم أعلى من عالم النبات عالم الحيوان، بعدين في عالم الإنسان اللي ربنا خلقه أشرف المخلوقات. سلم إيديكم وقلبكم. طبعا إحنا دائما بنقرأ أدعية ودائما بنذكركم، وبحاول بهالمناسبة السعيدة هاي اليوم بشكر كل الناس اللي تذكرونا وعايدوني. In English also I want to thank everyone who wrote for me birthday, happy birthday. We always wish you everything good for you. God he give you and your beloved one in this life and other life. Everything good. Faith, happiness, strength, wealth. We will pray one prayer now for all those who gone from this world and from who are still staying. God bless you, love you all. قلبا طاهرا فاخلق في يا إلهي، سرا ساكنا جدد في يا منائي، وبروح القوة ثبتني على أمرك يا محبوبي، وبنور العظمة